مع التقدم في السن يتناقص عدد الشعر في العديد من مناطق فروة الرأس، ويكون تساقط الشعر ملحوظاً على الأغلب في النساء التي تحتفظن بشعر خط مقدمة الرأس. تصبح مرحلة نمو الشعر أقصر ولا يعود الشعر إلى النمو كما كان ينمو في سنوات الشباب. يرجع تساقط الشعر إلى عوامل مختلفة، لكنها في الغالب يمكن معالجتها. يعتمد الشعر الصحي على مكونات بناء مختلفة. ساق الشعر، وهو الجزء الخارجي الظاهر من الشعر، يتكون بشكل رئيسي من الكيراتين. السيستين يربط ألياف الكيراتين معاً ويضمن قوة الشعر. يعتمد الشعر على سلامة الدورة الدموية لتوفير العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر. على جذور الشعر أن تحصل على العناصر الغذائية اللازمة. برايورين أن مكمل غذائي للشعر يعمل على تعزيز نموه وتقوية أليافه. كبسولات برايورين مصنوعة من خلاصة الدخن وزيت جنين القمح الذي يحتوي على فيتامين B5 والسيستين وبانتوثينات الكالسيوم التي تساهم في صحة فروة الرأس وزيادة نمو الشعر. ثبتي شعرك من جذوره مع برايورين.